السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ليكسيك تيماتيك غولاتيف على ليكونومي دو لينيرجي. غادي نجاوبوا على صفحة 135، دونك بيان سور باركور فرونسي كونسيرنون لا سيزيام اني دو لونسيمون بريمير. غادي نبداو مباشرة، جو مونترين جو كومبليت لي فراز سويفونت افيك لي مو سويفون. دونك عندنا دي مو: نون رونوفلابل، غاز، مسكولار، سولار، رونوفلابل. دونك il a annoncé qu'un gisement, gisement هو واحد بحال دوك الابار ديال النفط ودوك البلايص اللي كيكونوا فيهم الغاز الطبيعي. دونك ان جيزمون دو غاز ناتوريل. دونك باردون، هنا غادي نكتب غاز ناتوريل. دو غاز ناتوريل فيان دتر ديكوفير او نور دو بي، فيان دتر ديكوفير او نور دو بي. بور بروتيجي نوتر بلانيت ne devons réduire l'utilisation des énergies non renouvelables. Donc là, on écrit non renouvelables. Donc S à la fin. Parmi les énergies renouvelables, je préfère l'énergie solaire. Donc là, on écrit renouvelable. رونوفلابل يعني الطاقة المتجددة، يعني من بين الطاقات المتجددة كنفضل الطاقة الشمسية، لينيرجي سولار. لينيرجي سولار جو بيدال فيت غراس ا لينيرجي مسكولار. دونك بيان سور الطاقة العضلية، مسكولار، مسكولار هي الطاقة العضلية، ولا لينيرجي مسكولار الطاقة العضلية دو مون كور. نمشيو السؤال الثاني. Je complète les phrases suivantes par des mots relatifs à l'énergie. D'abord, d'ordre ديالنا حنا اللي غادي نكملوا لي فراز بيان سور بار دي مو انطلاقا من بيان سور يعني ليكسيك تيماتيك اللي شفنا في هاد الوحده هادي. الوغ لو بيترول لو شاربون اي لو غاز نو سون با رينوفلابل، ماشي متجدد، ماشي من الطاقات المتجدده. دونك هنا بيان سور غنكتب نو سون با رينوفلابل لابل. دونك بيان سور هنا باين نو سون با رونوفلابل اس على فان. ايل ديسباريترون بيان ان جور، ديسباريترون لو فارب ديسباريتر في الفيتور، ايل ديسباريترون بيان ان جور. ايتان لي لامب، دونك ايتان لي لامب يعني المصابيح، لي لامب، ايتان لي لامب سي تو فو ريدوير. دونك هنايا ماشي ريدويت، سي تو فو ريدوير، réduire ta facture d'électricité. Ne devons tout nous mobiliser contre, par exemple, contre les effets, les effets, les effets indésirables, les effets indésirables des énergies non renouvelables, des énergies ou là, des énergies fossiles, tout simplement des énergies fossiles. يعني هما الطاقات الأحفورية اللي كنعرفو هما بيان سور الطاقة ديال الغاز، بترول، النفط، الفحم. لي فواتور إلكتريك، دونك هنا غنكتبو لي فواتور إلكتريك، إلكتريك يعني السيارات الكهربائية. نو بيرميتران دو ريسبيري ان اير بروبر، بيان سور لانهم ما كينتجوش واحد الغازات اللي هي ملوثة للبيئة. دونك غادي ندوزو دابا للسؤال الموالي. جو ميفاليو دونك جونتور لي مو، دونك غنسطرو على لي مو كي ابارتيان او شون تيماتيك دو لينيرجي. كاع لي مو اللي كينتميو للشون تيماتيك ديال لينيرجي غادي نسطرو عليهم: جاردان نو، مونجي نو، الكتريك دونك الكتريك وي، الكتريك، دورمير نو، هيدروليك، هيدروليك الطاقة المائية، الكتريك كهربائية، ايكول نو، ميكروب نو، شاربون لو شاربون، شاربون هو الفحم، بوليسيون تلوث بيان سور اللي كيقول تطور تكنولوجي كيقول تلوث، ريزارف يعني موارد، ايوليان الطاقة الريحية، فاليز نو، ترانسفورماتور محول وي، ميديكامون نو، باتري لي باتري نعم.
بي عندنا فاكسان نو انرجي سولير وي انرجي سولير طاقه شمسيه ناجي نو بيسين نو بوم نو شوديير وي دونك شوديير ايكولوجيك وي ايكولوجيك ليغوم نو شوفاج وي شوفاج كارتابل نو كونسومي دونك لو فيرب كونسومي كونسومي دي لينيرجي وي ايكرير اليس لي اليس ديال المراوح اليس موتور دونك موتور بيان سور كو دونك هنا غادي ندوزو دابا السؤال الثاني والاخير جيكري دو فراز دونك غادي نكتبو جوج ديال لي فراز وحده غنهضروا فيها على لي زينيرجي سولير او بيان لينيرجي سولير والثانيه نهضروا فيها على لينيرجي ايوليان الوغ بالنسبه لينيرجي سولير اون بو دير باغ اكزومبل باغ اكزومبل لينيرجي سولير دونك في partie fait partie des énergies renouvelables يعني الطاقه الشمسيه تعتبر من الطاقات المتجدده des énergies renouvelables الجمله الثانيه غادي نهضروا على les énergies éoliennes donc l'énergie éolienne l'énergie éolienne donc et l'énergie de vent هي الطاقه ديال الريح et l'énergie du vent et l'énergie du vent donc bien sûr c'est une énergie renouvelable donc نقدروا نزيدوها donc virgule c'est une énergie renouvelable. Donc bien sûr, هادوهما les réponses concernant هذا الدرس هذا. شفنا بالنسبه للكسيك دونك كاع المصطلحات والمفردات اللي شفنا في هذه الوحده بيان سور سنحفظهم ونعقلوا عليهم مزيان باش يعني نستعملوهم خصوصا في الفليكسيك تيماتيك نحاول ندير واحد لاجوندا ولا واحد الكارني باش يكون عندي كاع لي مو اللي شفت في هاد الوحده يكونوا عندي يعني في 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 الذهن ديالي وبيان سور نحفظهم الوغ دونك هادو هما لي ريبونس كما قلت لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع درس جديد بيان سور غادي نشوفوا بالنسبه للدرس اللي جاي برودكسيون دو ليكري كونوا في الموعد الى اللقاء